وضعينا آخر شرف ولاية تندوف رفقة السلطات المحلية على إعطاء إشارة انطلاق 18 مشروعا تنمويا شملت شبكات الكهرباء، الصرف الصحي، الماء، الشروب وغيرها. كما شملت أيضا انطلاق 4 مناطق نشاط مصغرة، وقد رصدت لهذه المشاريع اعتمادات مالية. التغطية لمحمد الأجرب. الثانية وهي إلى العرض حول. أشرفنا على إعطاء انطلاق العديد من المشاريع لفاق 18 مشروع، كلها مشاريع تنموية تهتم أساسا بترقية وتنمية والرفع من المستوى المعيشي للمواطن اليومي، ما يتعلق بشبكة الكهرباء، شبكة المياه الصحية، شبكة الصرف الصحي، الطرقات والتهيئات، المدارس، وبالإضافة إلى مناطق النشاط المصغرة التي تهدف إلى خلق مؤسسات مصغرة وناشئة في إطار الاعتمادات التي رصدت في هذا الجانب من في إطار البرنامج، سواء برنامج التكميلي أو البرنامج العادي سنة 2024-2023. هذه المشاريع كما معروف عند العام والخاص كانت متعطلة لسنوات للأسف بسبب الجمود اللي كان يعرفه المجلس الشعبي البلدي لبلدية تندوف، ولكن بعد أن اتخذنا قرار تاع سلطة الحلول عملنا جاهدين خلال هذه 3 شهور من أجل إعطاء إشارة انطلاق كل هذه المشاريع التي كانت معطلة.